نود نتواصل معكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة من صباح الشروق التي لا زالت مستمرة، ونخصصها للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيصادف 3 ديسمبر من كل عام. وشهر ديسمبر هو شهر الاحتفاءات في السودان، شهر الثورة. يعني بعد البيان اللي أعتقد بقدر كبير جدا كان فيه شكل كبير من الأدب في المخاطبة، لما مجلس الوزراء يخاطبنا يقول إن حكومة الثورة تستأذن شعبها في الاحتفاء بالذكرى الأولى، فأعتقد ده أدب ما كنا متعودين عليه يعني بشكل كبير من المسؤولين في الحكومة فعلا. يعني عموما هذه الحلقة ما زالت فيها عدد من الفقرات والمواضيع. نعم، ننتقل لتحليل أهم ما ورد صباحا في موقع الشروق النت من أخبار. داخل الاستوديو معنا الأستاذ الشيخ يوسف، رئيس تحرير موقع الشروق النت. أهلا ومرحبا بك أستاذ الشيخ، وصباح الخير عليك وألف لا بأس عليك. الله يبارك فيكم، صباح الخير عليكم وعلى مشاهد الشروق، ونحيي المعاقين في يومهم العالمي ونتمنى لهم أجمل الأيام يعني. إن شاء الله. مرحبا بك استاذ الشيخ. عدد من الاخبار وردت في موقعنا على الانترنت. نبدا بالوساطه تعلن مفاوضات في مسار شرق السودان بجوبا في 10 ديسمبر. اعلن مؤتمر البجة المعارض قبوله دعوه الوسيط الجنوبي تود جواك لبدء المفاوضات في مسار شرق السودان في جوله المفاوضات المقرر لها 10 ديسمبر الجاري بعاصمه دوله الجنوب جوبا، واكد جاهزيته للدخول في مفاوضات جاده للوصول الى سلام عادل. ورحب مؤتمر البجة في تعميم صحفي بدور دولة إريتريا في مباحثات السلام، واطلع المجلس القيادي على دعوة المستشار تود جولواك رئيس لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية لبدء المفاوضات في مسار شرق السودان في جولة المفاوضات بجوبا. وأجاز المجلس القيادي ورقة الموقف التفاوضي في مسار الشرق التي وضعتها لجنة مكونة من عدد من الخبراء والمختصين، حيث أكدت الورقة على ثوابت الحزب وعلى رؤيته في توصيف الأزمة في شرق السودان باعتبارها تتمثل في التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي لحق بالإقليم منذ تأسيس الدولة السودانية، وأن الحل يكمن بالالتزام الصارم بإزالة هذا التهميش. وأكدت الورقة على أن النظام الأمثل لحكم شرق السودان هو النظام الفيدرالي القائم على منح الإقليم الشرقي الحكم الذاتي بصيغة تخويل السلطات وتخصيص الموارد، ومنح حكومة الإقليم سلطات واسعة، وتخصيص نسبة 75% من موارد الإقليم لصالح تنمية الإقليم ولصالح إنسانه، كما تم التشاور على اختيار الوفد المفاوض والخبراء والمستشارين. الشيخ تحليلك على هذا الخبر وتحليلك لهذا الخبر. انا اعتقد انه هي دي نتاج زياره الاخوه اعضاء مجلس السياده المسؤولين عن ملف السلام. كان قبل ايام الاخوه اعضاء مجلس السياده الفريق اول حميدتي والدعايشي ومجموعتهم كانوا زاروا اريتريا، كان واضح لم يرشح في ذلك الوقت سبب الزياره، لكن واضح انه في تعنت في الملف فيما يخص ملف شرق السودان باعتبار انه كان ماخوذ ضمن الكوتا بتاعت الجبهه الثوريه وكذا، وناس شرق السودان شكلهم يريدوا تخصيص اكثر، واصلا شرق السودان اصلا كان التعامل معهم حتى في فتره السنوات الاخيره من عمر النظام السابق كان يتم التعامل معه وفقا لاتفاق سلام، وانا داير اقصد اتفاق سلام يعني انه بخصوصيه، وحتى في صندوق تنميه وتعمير الشرق والمركز قدم خلال السنوات الفاتت من المشروعات والتنموية غيرها لشرق السودان، فنتمنى أنه خلال مفاوضات جوبا الناس ملف شرق السودان يصلوا فيه إلى تسوية. صحيح في الخبر هم وضعوا شروطنا العليا يعني حكم ذاتي و 75% من الموارد وكذا، وهذا كله إن شاء الله يعني الناس بيصلوا فيه لاتفاق لاتفاق إن شاء الله.